قديما كان العرب يبدأون بالتنقل والترحل والتفرق للبحث عن مواطن الكلأ مع دخول موسم الوسم كحال أيامنا هذه، وحنا نبدأ نختار الأماكن وننصب الخيام. ليش؟ حتى نستمتع بالأجواء الجميلة والتي تدوم معنا لمدة 4 شهور تقريبا. ومع دخول موسم الصيف يرجع العرب إلى قرارهم حول موارد المياه وحنا إلى منازلنا، فهم يتفرقون ونحن نجتمع مع دخول موسم الوسم، ونحن نتفرق وهم يجتمعون مع دخول موسم الكنة. كونوا جميعا يا بني إذا اعترى خطب ولا تتفرقوا آحادا، تعب الرماح إذا اجتمعنا تكسرا وإذا افترقنا تكسرت أفرادا. والعرب القدماء يعرفون بداية الأجواء الجميلة بمقارنة القمر، أجمل نجوم السماء المسمى بالثريا. فإذا وقعت الثريا بجانب القمر يوم 11 من الشهر الهجري قالوا للحر وجميع مواسمه مع السلامة. وإذا وقع القمر بجانب الثريا في اليوم الأول من الشهر الهجري قالوا جاكم الحر مع سمومه، هبت رياح الصيف وتغير الجو وناولي في ميداني سمومه، يا شمس غيبي واختفي من ورا نوم، لا تشرقي يا شمس كوني رحومه.